نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم، إليكم العناوين. محادثة فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني وتشاؤم بإعادة إحياء الاتفاق المبرم عام 2015. مظاهرة في المغرب رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني إحياء ليوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين. أمطار وثلوج تنعش أمل الفلاحين بموسم وفير في الجزائر. أهلا بكم إلى التفاصيل. تجتمع الدول الكبرى وإيران في فيينا اليوم الاثنين لاستئناف المباحثات بشأن برنامج طهران النووي المبرم عام 2015 وسط أجواء متوترة بين تمسك إيران بمطالبها المتمثلة في رفع العقوبات عنها إلى جانب الاستفادة من الطاقة النووية السلمية من جهة وسعي بريطانيا والكيان الصهيوني لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي. بعد 5 أشهر على تعليقها تستأنف اليوم القوى الكبرى وإيران في فيينا المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني وسط أجواء من التشاؤم بشأن التوصل للاتفاق في ظل تمسك طهران برفع العقوبات الأمريكية عنها وحقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية. بما يتعلق في المتطلبات للجمهورية الإسلامية واللي عملنا على تجهيزها طول الفترة الماضية، وللأسف كان هناك جلسات طويلة ولم تأتي بفائدة. نتمنى أن هذه الجلسة تعطي نتيجة، ولكن هذه النتيجة يجب أن تكون مضمونة. بدون ضمانات لن نعمل بشيء، لن يكون هناك أي إجراء، ولا ربما لن يكون هناك جلسات مستقبلية. بريطانيا والكيان الصهيوني يعلقان أهمية كبرى على محادثة فيينا على اعتبار أن فشلها يعني دفن المعاهدة الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، أمر يقلق الكيان الذي يريد الانفراد بالأسلحة النووية للمحافظة على التفوق العسكري في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يفسر المساعي البريطانية والصهيونية بشن حملة ضد إيران لقطع الطريق أمام طموحها النووي. الأمور المتعلقة بالصهيوني هم يريدوا الاختراق للوصول للملف الفلسطيني ومعرفة الإجراءات ومحاولة ربط الملف الفلسطيني عسكريا بالملف النووي، وأن الملف الفلسطيني الآن هو مجهز لبرنامج عسكري نووي. هذا ما تريد إسرائيل أن تحاول أن تصيغه بشكل أو بآخر. في الأثناء رفضت الخارجية الإيرانية إجراء مباحثات ثنائية مع الوفد الأمريكي، وقال المتحدث باسمها سعيد خطيب خلال مؤتمر صحفي إنه على الأمريكيين رفع العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2015. حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران الدكتور رعد هادي جبارة، الباحث والدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكم. مرحبا بك أخي رمزي وافي. أهلا وسهلا. إذن دكتور، بأي نية في نظركم تدخل إيران هذه المفاوضات؟ سيد الكريم، تحياتي لكم وللمشاهدين الأعزاء. هذه طبعا الجولة هي الجولة السابعة وتعتبر أول مفاوضات تجريها الحكومة الإيرانية الحالية بعد وصول السيد إبراهيم رئيسي لمنصب رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. وهذه الجولة تأتي بعد 5 أشهر من توقف المفاوضات السابقة من أجل دراستها معرفة ما تم التوصل إليه في الجولات السنة الماضية. وقد تم تعيين طاقم جديد ووزير جديد ومفاوض جديد، هو المساعد السياسي لوزير خارجية السيد علي باقري كني. الهدف من هذه المفاوضات الذي تريده إيران هو إحياء الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى العالمية وإلغاء العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الإيراني والخانقة للاقتصاد الإيراني. وطبعا فإن إيران أجرت محادثات مفصلة مع الدول الستة الأخرى الأعضاء في الاتفاق النووي طبعا عدا أمريكا. لماذا إذن دكتور لماذا رفضت طهران محادثات المباشرة مع الوفد الأمريكي؟ هذا شيء يرتبط بفقدان يعني الثقة ما بين المتحاورين في فيينا، مما يجعلهم متشككين من نوايا أحدهم الآخر. لكنهم مضطرون للحوار والتعامل مع بعضهم بشكل مباشر لدواعي كثيرة، أبرزها الحاجة إلى الأمن
ويعني ضمان المصالح ودرء المفاسد وإلغاء العقوبات. وهنالك الكثيرون ممن يعولون على تغليب لغة العقل والمنطق في مفاوضات فيينا من أجل تخفيف حدة التوترات وتقليل معاناة الإيرانيين من العقوبات وإقرار الأمن في المنطقة والعالم وإبعاد شبح الحروب والنزاعات، لأن البعض يرى أنه في حالة عدم إجراء المفاوضات والمحادثات فإن البديل هي الحروب. نعم دكتور، هذه إجبارة، إذن ماذا عن التحركات البريطانية الصهيونية لتنهي إيران عن امتلاك التكنولوجيا النووية؟ سيد الفاضل، أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني لا يريدون لأي دولة في من دول المنطقة العربية والإسلامية أن تكون لديها يعني تطور تكنولوجي وأن تحقق أي تطور تكنولوجي، وذلك في مجال الطاقة النووية السلمية. وأمريكا استبقت موعد المفاوضات هذه بثلاث خطوات: الأولى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، والثانية زيارة لويد أوستن اللي هو وزير الدفاع الأمريكي إلى المنطقة الخليجية وتل أبيب، والثالثة هي جولة روبرت مالي لدول الشرق دول الشرق الأوسط. ولكن بالحقيقة هنالك ثوابت إيرانية أكدت عليها طهران، وهي أولا الامتناع عن أي مفاوضات بشأن قوتها الصاروخية والنفوذ الإقليمي، والثانية المطالبة بإلغاء جميع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها ظلما ومن طرف واحد، والثالثة هي تقديم البيت الأبيض لتعهد بالالتزام بالاتفاق الموقع وعدم مغادرته. يعني لو تم التوصل حاليا في فيينا إلى اتفاق جديد أو الاتفاق السابق وعودة أمريكا إليه فإن ولكن عودة أمريكا بشروط دكتور. نعم إيران هي التي تفرض شروطها على عودة أمريكا، لأن أمريكا خرجت وغادرت الاتفاق خلافا للقرار 3211 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. نعم، لأن الذي أقر بموجبه هذا الاتفاق كاتفاق دولي. نعم دكتور هادي جبارة، لأن إيران تريد الدخول في هذه المفاوضات ربما بعيدا عن كل الأجندات السابقة، لكن ربما دراسة والتفاوض إلا على العقوبات المفروضة عليها. سيد الفاضل، من السابق لأوانه التكهن حاليا بنتيجة المحادثات والتوافق بين الجانبين، وإيران لا تمانع من إيجاد مخرج مناسب لهذه الأزمة وتريد التوصل إلى اتفاق جيد وسريع لإلغاء المفاوضات إلغاء العقوبات المفروضة عليها من قبل الجانب الأمريكي. نعم، إذن الدكتور رعد هادي جبارة الباحث والدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. بارك الله فيك. في موضوع آخر، طلب مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية ويسترن سارا ريسورس ووتش الشركات متعددة الجنسيات لإنتاج الطاقة والناشطة في الصحراء الغربية بمغادرة الأراضي الصحراوية المحتلة فورا. ودعت المنظمة غير الحكومية في تقريرها بعنوان إيكو تبييض الاحتلال، دعت لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية والدول الأطراف فيها إلى الاعتراض على التقارير المناخية المغلوطة بشكل ممنهج من طرف المحتل المغربي، مضيفة أن هذا البلد يستعمل الطاقة الخضراء من أجل تجميل صورته، مشيرة إلى أن المغرب أنشأ أكبر مشروع طاقوي على الأراضي المحتلة. وطلب المرصد من الحكومة المغربية الامتثال للقانون الدولي والامتناع عن إنشاء مشاريع بإقليم يخضع لاحتلاله ودون موافقة الشعب الصحراوي. شهدت عدة مدن ومناطق في المغرب مظاهرات ووقفات احتجاجية رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومن المرتقب أن تشهد نحو 30 مدينة مغربية المظاهرة اليوم استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، ومنها الرباط والدار البيضاء وأكادير. فلسطين أمانة والتطبيع حياتها. رفضا للتطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني، نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع خلال اليومين الماضيين للاحتجاج على إمعان السلطات المغربية في تمتين علاقاتها بالاحتلال الإسرائيلي
التي كان آخرها زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني التي تمخض عنها إبرام صفقات بملايين الدولارات في وقت يعاني فيه الشعب المغربي من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. مشاهد الاحتجاج تكررت في 27 مدينة بمختلف أرجاء المغرب تلبية لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. الشعب يريد تحرير فلسطين. المتظاهرون تركوا خلافاتهم السياسية جانباً وتوحدوا من أجل نصرة القضية الفلسطينية. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق للتاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام. بيان الجبهة أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو التعبير الشعبي عن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والمطالبة بإلغائه وإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عنه التي أبرمت مع نظام المخزن، كما نددت بالجرائم الصهيونية وبممارستها العنصرية في حق الشعب الفلسطيني داعية أحرار العالم والمنتظم الدولي لتحمل المسؤولية في مواجهة الانتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في فلسطين. مدن مغربية عدة على صفيح ساخن اختارت الشارع للتعبير عن حنقها وغضبها من تصرفات نظام المخزن الذي ذهب بعيدا في غيه ومنددة بالظلم وسياسة التجويع. قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان العمامرة إن الجزائر تشعر بدورها التاريخي الذي يقوم على مبدأ مناصرة الشعوب المظلومة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف العمامرة في لقاء مع جريدة القدس العربية أن بلاده تسعى للم شمل العرب في مؤتمر القمة القادم للوصول إلى موقف مشترك من دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإعادة التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 ودون تدخل في الشؤون الداخلية للدول التي أثرت أن يسبق التطبيع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف العمامرة إن الجزائر تشعر الآن أنها دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني الذي كانت الجزائر ترسل قواتها لقتاله مع الأشقاء العرب بعد أن أصبح على حدودنا ويوقع اتفاقات عسكرية وأمنية واستخباراتية مع الجار والأخ والصديق. وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أمس على استقبال 3000 إثيوبي يخشى أفراد وعائلاتهم المستوطنة على حياتهم بسبب النزاع العسكري الحاد في إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي. وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال نافتالي بينيت في بيان إن مجلس الوزراء أعطى الضوء الأخضر بالإجماع للهجرة الفورية ل 3000 إثيوبي لهم أقارب من الدرجة الأولى في إسرائيل. ويعتبر هؤلاء الإثيوبيون الذين سيتم استقدامهم باسم لم شمل الأسر من طائفة الفلاشة التي تقول إنها تحولت قسرا إلى المسيحية وتدعي أنها منحدرة من يهود إثيوبيين. قتل 22 مدنيا أمس في هجوم جديد على مخيم للنازحين في توري شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أقل من أسبوع على هجوم مماثل خلف 29 قتيلا في مخيم مجاور وفق ما أفاد الصليب الأحمر المحلي. من جهته أفاد متحدث باسم الجيش في المنطقة جول نغونغو بأنه تم صد المهاجمين المنتمين إلى كوديكو من دون أن يدلي بتفاصيل عن الحصيلة. شهدت الأراضي اللبنانية صباح اليوم الاثنين إقفال عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجا على ارتفاع الأسعار وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون. كما شهد الجنوب اللبناني إقفال الطريق المؤدي من دوار القناية إلى ساحة إيليا بواسطة الإطارات المشتعلة. وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير عند دوار السعودية باتجاه النجمة في صيدة بالاتجاهين. حثت منظمة الصحة العالمية 194 دولة عضوا بها على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19 في وقت دعت بريطانيا إلى اجتماع عاجل افتراضي اليوم الاثنين لوزراء الصحة في تكتل الدول السبع لبحث تطورات المتحور الجديد لفيروس كورونا.
دفع الانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا حول العالم وعدم وجود بيانات كافية وإجابات واضحة عنه دفع بريطانيا إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل افتراضي اليوم الاثنين لوزراء الصحة في تكتل السبع لبحث التطورات ومناقشة كيفية التعامل مع متحور أوميكرون. المخاوف أجبرت منظمة الصحة العالمية إلى تعديل إجراءات السفر حاثة دول العالم على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19، وحذرت المنظمة من إمكانية حدوث زيادة بحالات كورونا اعتماداً على خصائص أوميكرون، ما قد يترتب عنه عواقب وخيمة، وأنه لدى أوميكرون عدداً غير مسبوق من التحورات وبعضها يثير القلق لآثاره المحتملة، مشيرة إلى أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم احتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة، وأن ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة. خبير في الأمراض المعدية من جنوب إفريقيا موطن المتحور الجديد قال إننا نشهد زيادة سريعة في عدد الإصابات ونتوقع موجة رابعة. وفي فرنسا سجلت 8 إصابات بين الأشخاص الذين زاروا جنوب إفريقيا مؤخراً، وسجلت في بوتسوانا 19 إصابة من متحور أوميكرون، إضافة إلى ظهور حالات في كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وبلجيكا واسكتلندا والكيان الصهيوني وأستراليا وهونغ كونغ. وفي تطور يبعث على التفاؤل، كشفت شركة أدوية عن إمكانية تطوير لقاح مضاد فعال للمتحور الجديد. اتفقت فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا على اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد عصابات تهريب الأشخاص خلال قمة طارئة عقدت في بلدة كالي الفرنسية أمس. في موضع آخر، يواصل فريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري زيارة رسمية إلى مصر بدأها أمس وتستمر إلى الخميس ممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تندرج الزيارة في إطار تعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة المصرية، والتي ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما سيحضر الفريق شنقريحة فعاليات الطبعة الثانية ولمعرض الدفاع المقرر تنظيمه في القاهرة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021. يترقب أن تتزود القوات الجوية الروسية في عام 2022 بطائرات متسلحة بالصواريخ الفائقة السرعة التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت. وأعلن نائب قائد القوات الجوية الجنرال أندري يودين أن وصول الصواريخ فرط الصوتية الجديدة الفريدة من نوعها سيرفع نسبة الأسلحة الحديثة لدى القوات الجوية الروسية إلى 89%. وتعد روسيا الدولة الوحيدة التي تملك صواريخ فرط الصوتية التي دخلت الخدمة العسكرية، ومنها صواريخ كينجال المنطلقة من الطائرات وصواريخ سيريكون المنطلقة من الغواصات وسفن السطح، وكذا الصواريخ ذات الرؤوس المدمرة فرط الصوتية أفانغراد. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الأحد أن الكرملين يأمل في عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن قبل نهاية العام، موضحا أن اللقاء على الأرجح سينعقد عبر الاتصال المرئي. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول هذا الأمر إن التاريخ لا يزال غير معروف، يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة متوتر بسبب العديد من القضايا، من بينها اتهامات لموسكو بحشد قواتي على الحدود لغزو أوكرانيا، غير أن موسكو نفت ذلك. وفي الاقتصاد، ارتفعت أسعار النفط في تداولات مبكرة الاثنين معوضة نصف خسائرها التي منيت بها في جلسة الجمعة الفارط. وارتفعت العقود الأجلة لخام القياس برانت بأكثر من 3.5 دولار بزيادة قدرها 4% لتلمس 76 دولارا للبرميل بعد تراجعها بنحو 10 دولارات الجمعة الماضية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 3 دولارات لتصل إلى 71 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت بنحو 11 دولارا في الجلسة السابقة.
أنعشت الأمطار الغزيرة المتساقطة في مناطق واسعة من شمالي الجزائر أمل الكثير من الفلاحين في تسجيل موسم فلاحي ناجح، ويعول المزارعون العاملون في شعبتي الحبوب والخضروات على الغيث لتدارك ما أفاتهم لإنقاذ محاصيلهم خلال الموسم الفلاحي الحالي. 3 أسابيع متتالية من التساقطات المطرية كانت كافية لإنعاش آمال أكثر من 2 مليون فلاح بالجزائر في تسجيل موسم فلاحي وفير، ويحدث القطيعة مع 3 سنوات من العجاف. أمطار غزيرة مرفوقة بتساقط كميات معتبرة من الثلوج على المرتفعات الشرقية والوسطى للبلاد تزامنت مع حملة الحرث والبذر، ما من شأنه تحفيز الفلاحين على الزرع تحسبا لحملة الحصاد والدرس ماي المقبل. الكميات المتساقطة دون انقطاع يأمل القائمون على القطاع الفلاحي في البلاد على أن تدفع بالفلاحين المتأخرين في حرث أراضيهم للحاق بالموسم الزراعي بعد تسجيل خسائر معتبرة في الموسم الماضي جراء تراجع المساحات المزروعة نتيجة الشح المالي وانخفاض معدل المردودية بالنصف في الهكتار الواحد. وستكون شعبة الحبوب أكثر الفروع الفلاحية استفادة من التساقطات المطرية، خاصة وأنها مست مناطق تشكل أحواضا كبرى ورئيسية في إنتاج القمح، القوت الأول للجزائريين. وإذا كانت أمطار نوفمبر فأل خير وجرعة أكسجين بالنسبة لمنتجي الحبوب، إذ تعطيهم فرصة ثانية لبعث محاصيل القمح، فإنها أدخلت الفلاحين في شعبة الخضار والفواكه في سباق مع عقارب الزمن، بالنظر إلى اعتمادهم على الزراعة الموسمية الآنية. ختام نشرة المنتصف، وتذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. محادثات في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني وتشاؤم بإعادة إحياء الاتفاق المبرم عام 2015. مظاهرات في المغرب رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني إحياء ليوم التضامن العالمي مع الفلسطيني. وتابعتم أيضا أمطار وثلوج تنعش آمال الفلاحين بموسم وفير في الجزائر. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم.